السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي الكرام متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف أشرح لكم هذا التايمر أو الحكمة الزمنية، عفوا، باللغة الإنجليزية التايمر، باللغة الفرنسية لو رولي تمبوريزي. إذا هذه الحلقة حلقة ثانية من دورة تعليم الكهرباء الصناعية. إذا يعني بدون إطالة سوف نتطرق إلى شرح هذا المكون. ما هو هذا المكون؟ هو أحد مكونات دارات التحكم المهمة، يعني حيث تؤمن فصل تأخير الزمن بين لحظات تطبيق الإشارة على الدخل على وشيعتها، يعني كي نليمونتيو، يعني كي نغذيو لابوبين اللي تحكم في هذا الجهاز، يعني ولحظة ظهور إشارة الخرج على تماستها، أو بين لحظة انقطاع إشارة الدخل على وشيعتها ولحظة انقطاع إشارة الخرج على تماستها. وهناك نوعين أساسيين من الحواكم الزمنية. النوع الأول اللي هو الأون ديلي، كما راكم تشوفوا هذا هو في يدي، اذا كما راكم تشوفوا لهنا معنا باش كيبان، اذا كما راكم تشوفوا الاون ديلي او الترافاي باللغه الفرنسيه. هذا النوع يعني تبدل فيه التماسات وضعيتها بعد الزمن معين الف او ا، او يعني هذا الزمن قابل للتغيير، يعني تقدر تبدل هذا الزمن من خلال تدوير هذا المؤشر، وتحافظ على الوضعيه الاخيره طول وجود التغذيه على طرف الوشيعه. يعني مثلا اعطيت له الكهرباء الان، يعني هذا لي كونتاكت يديروا الروتار، يعني مازال ما يفتحش ولا مازال ما يغلقش حتى الديلي او حتى الزمن يعني محدد. اما النوع الثاني اللي هو الاوف ديلي، يعني تلقاو اوليو، يعني تلقاو لهنا اون ديلي تلقاو الاوف ديلي. هذا النوع تبدل فيه التماسات وضعيتها فورا، يعني لي مغلوق يفتح لي مفتوح يغلق، يعني فورا تطبيق التوتر يعني على الطرف الوشيع، يعني كنا لي مونتيو البوبينا تاعو. وعند انقطاع التغذية، يعني كي نحيو الكهرباء على طرف هذا، يعني هذا الرولي، الوشيعة تبدأ الزمن أو هذا الزمن المعين المؤلف عليه، يعني اللي رجليناه بتوقيت فيها بهذا المؤشر، وتعود التماست إلى وضعيتها في الحالة الراحة، يعني كما كانت. يعني مثلا هنا مثلا اللي مونتيت هذا الرولي، يعني غذيته بالكهرباء، الآن يعني نشرحه مليح، يعني نالي مونتيوه بدأ، يعني في يعني هذا مثلا فيرمي اون ديلي، هذا عفوا هذا نورمالي كلوز وهذا نورمالي اوبن، يعني كان نالي مونتيو البوبينة تاعو، وهذا يغلق هذا يفتح ديريكتومون، يعني في الانين يعني كي غذينا هذا البوبينة، يعني هذا لي كونتاكت كي نحيو التغذية على هذا البوبينة، فبالتالي يبدا الوقت يحسب، يعني لينفيرمي مازال ما يوليوش ديريكتومون الى حالتهم العادية حتى يقعدوا الوقت، يعني هذا كي يعني كي نشعلوه يبدا الوقت يعني باش يتبدلوا، هذا يعني كي نطفيو البوبينة تاعو. اذا طريقة تركيب هذا الرولي، يعني يتركب على الكونتاكتور كما راكم تعرفوا كامل، يعني كاين دي رولي واحد اخرين او يعني التايمرات واحد اخرين، يعني اللي يمشيو ديريكتوم بالكهرباء، تالي مونتي لا بوبينة تاعو وتبدا، يعني يبدا يدخل الوقت، يبدا يخدم ويغلق لي يغلق يفتحو لي يفتح. اذا هذا يتركب فوق هذا الكونتاكتور بهذا الشكل، عفوا، يعني يتركب بهذا الشكل كما راكم تشوفوا، يعني كاين دي رايل هنا، يعني نضغطو برك عليه شوية حتى وين عنده مشكل، ما على باليش علاش ما يحبش يعني يتقدم، ما عرفتش. دونك يدخل من هذا الجهة باسكو لهنا كاين هذا اللي تحبسوه، دونك يدخل بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. فوالا دونك كي نغذيو هذا البوبينا، هذا يعني يكوماندي في او يتحكم بهذا الرولي. اذا كما راكم تشوفوا لهنا، اذا حبينا نحيو هذا الرولي يعني ما علينا غير كاين هذا التريك هنا، او يعني نجبدوه برك الفوق او الى الاعلى ونحيو.
إذا حبينا نرجعوه سهلة جه. الآن نتكلموا على يعني التماسات الخاصة بهذا الكونتاكت. إذا كما راكم تشوفوا نتكلموا أولا على الأون ديلي ومن بعد نتكلموا على الأوف ديلي. يعني دائما نلقاهم عندهم التماسات المفتوحة والتماسات المغلوقة سواء في الأون ديلي أو في الأوف ديلي. إذا كما راكم تشوفوا لهنا 55 56 عفوا 55 56 67 68. هنا كيفاش ماركي؟ ماركي ان سي يعني نورمالي كلوز، لهنا ماركي الان او يعني نورمالي اوبن. يعني لو كان نشوفوا هذا نلقاوها مغلوق في حالته العاديه، يعني قبل ما نليمونتيو هذا الكونتاكتور، يعني لو كان نديروه فوق هذا الكونتاكتور قبل ما نليمونتيوه يعني نلقاهم هذا فيرمي هذا مفتوح. الان ناخذوا الملتيمتر تاعنا ولا نشوفوا قبل الرمز تاعهم كيفاش نلقاهم في ذي الشيما الكتريك او يعني في الدواء في مخططات الكهرباء. يعني نلقاهم بهذا الشكل عفوا بعد شويه هكذا خير. اذا نلقاوها هكذا عفوا، يعني الرمز الخاص به في يعني الدوائر او في المخططات تلقاوها هكذا. هذا يعني 67، هذا 68، هذا 55، 56 هكذا. ولا نقدر نقول 5 6 7 8، 5 6 مغلوقين 7 8 مفتوحين. اما في الاوف ديلي يتبدل غير هذا الرمز، يعني لي كونتاكت هذو يبقاو هما بصح انتم تفهموا برك. يعني كي تنحيو التغذيه الى في البوبينه هذو يعني يبدل برك الوقت. اذا بدون اطاله ناخذ الملتيمتر الخاص بنا باش نشوف يعني نفيريفيو لي كونتاكت تاعو او التماسات الخاصه بهم. اذا كما راكم تشوفوا رانا وصلنا هذا المصباح مع بدينا يعني من الكونتاكت نورمالي كلوز يعني اللي مغلوق في حالته العاديه اللي هو 55 56. كما راكم تشوفوا لهنا مكتوب 56 55 56 مكتوب الانسي ايضا. اذا كما راكم تشوفوا جبت هذا جبت لافاز منها او الطور يعني دخلته في 55 كما راكم تشوفوا لهنا 55، خرجت من 56 ورحت للمصباح، للمصباح رحت الى يعني الحيادي في الديجونكتور. الان نشعلوا الديجونكتور تاعنا نشوفوه، يعني تقدروا ترجليوا الوقت في هذا يعني المؤشر. يمكن كما راكم تشوفوا المصباح الخاص بنا شعله، نستناو وقت معين اللي يعني اشرناه. اذا كما راكم تشوفوا طفات وحده، نعاودوا نطفيو نعاود نشعلو هذا الديو، يعني توجور الكونتاكتور تاعنا شعل طفات وحدها اللمبه. نعاود نديرو التجربه الثانيه باش يعني تشوفوا برك تفهموا يعني الكونتاكت نورمالي كلوز في اذا كما راكم تشوفوا يعني شعلت المصباح الخاص بنا تقعد زمن معين الكونتاكتور تاعنا مازال شاعل بصح هي طفات، يعني فتحت الكونتاكت اللي كان مغلوق في حالته العاديه. الان نسيو الكونتاكت اللي مفتوح في حالته العاديه كيفاش يعني يتصرف. اذا نطفيو الان نستعملوا هذا الكونتاكت اللي مفتوح في حالته العاديه او نورمالي نورمالي اوبن. يعني حاجه يعني مهمه بزاف بزاف تتعلموا هذا لي كونتاكت، لازم تعرفوا كيفاش يعني الورود او مبدا عملهم. اذا كما راكم تشوفوا رانا وصلناه، يعني كما وصلنا هذا الكونتاكت وصلنا هذا الكونتاكت، الان نشعلو باش نديرو التجربه تاعنا. اذا كما راكم تشوفوا شعل الكونتاكتور، المصباح تاعنا طفات، نستناو الوقت باش يولي يغلق. كما راكم تشوفوا راه الان شعلت المصباح تاعنا وحدها، يعني دايما يشعل مع الكونتاكتور حتى وين نطفيو هذا الكونتاكتور باش يعني يولي الى حالته العاديه، يولي مفتوح. باسكو كاين كان مفتوح ولا يعني خضع شويه الوقت ومن بعد غلق. الان يعني كي نحيو الكهرباء لهذا الكونتاكتور يولي الى حالته العاديه، يعني 67 68 يولي. الان نطفيو الديجونكتور تاعنا كما راكم تشوفوا راه طفات ديريكتوم. نعاودو نديرو التجربه الثانيه باش يعني تشوفوا برك تفهموا البرنسيب.
كما راكم تشوفوا رانا شعلناه. إذا كما راكم تشوفوا شعلت يعني المصباح وحدها. إذا يعني الآن فهمنا يعني طريقة يعني أو مبدأ عمل الرولي تمبوريزي أو التايمر أو حاكمة الزمنية. إذا إلى هذا لقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى أنني وفقت في الشرح. إذا لديكم أي سؤال اكتبونا في الكومنتار تحت هذا الفيديو. يعني نذكر برك الفيسبوك تاعي ما يعملش باسكو كاين بزاف فيه كثير من الرسائل. الفيسبوك حبستني الكونت تاعي ما على باليش علاش، استدير ما نقدرش يعني نرد ولا على كثرة الرسائل. إذا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، لا حق قديمة إن شاء الله.